النظام الاسلامي الجزيه، لن لا تبرؤ من هذا. وخذ خذ الجزيه. يعني اخذ الجزيه من المسيحيين؟ انا ساقول لك ما تريد، اصبر علي قليلا. لا يعني هو في احد مصادر بيت المال سيد الكريم، احد مصادر بيت المال، نعم اليهود والنصارى والمجوس اذا ارادوا العيش في دار الاسلام اهلا بهم اذا دفعوا الجزيه والتزموا بشروط امير المؤمنين حاكم هذه الدوله. واذا شاركوا في الجيش؟ لا يجوز، لا يدخلوا الجيش، نحن ندافع عنهم حينئذ، نحن سندافع عنهم حينئذ. سؤال، لما تقول لي سنحطم التماثيل، سنحطم ابو الهول والاهرامات كما حطمت تمثال بوذا في في افغانستان، ده ما ده ما ده ما يخوفش الناس؟ ومن اي شيء يخيفه؟ اقول لك مما يخيفه. لا خلينا، ده تراث انساني يا استاذ، مش ملكك لوحدك، لا اله الا الله، البشريه كلها. انا 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 بسالك سؤالا لا تحيد عن الجواب. اي شيء يخيفك في تكسير الاصنام؟ انت تعبد هذه الاصنام؟ لا سيدي، هذا تراث انساني يحترم. لو انتم في الحكم ستحطمون ابو الهول والاهرامات وكل التماثيل الفرعونيه وكل الاثار الفرعونيه، كل ما كان صنما وتمثالا ووثنا يعبد او يخشى ان يعبد مره ثانيه او يعبده فرد واحد في العالم يجب تحطيمه، نحن او غيرنا يجب علينا تحطيمه. التقيت اسامه بن لادن هناك وعملت معه وقتلت معه. الشيخ اسامه بن لادن، اولا انا لا اجيز لاحد ان يقول اسامه بن لادن بدون شيخ. الشيخ اسامه بن لادن، لانه الشيخ اسامه بن لادن هو احد اعظم قاده المسلمين في العالم الى يومنا هذا. انا اعتبر الشيخ اسامه بن لادن افضل، يعني اعظم، ليس افضل، اعظم من صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي كان في زمان يجد من ينصره. شيخ مرجان ما تجيبناش جنان. انا من غير جنان، انا هقول لك طيب. ليه؟ هفسر لك. صلاح الدين الايوبي لما اراد ان يحرر العالم الاسلامي ويخرج التتار كان وجد امارات، صحيح ضعيفه وصغيره لكن موجود امارات ووجود جيوش تنصره وتساعده. اسامه بن لادن لم يجد احدا يساعده بل كل الناس كانوا ضده. وانت بتشوف انه قتل الابرياء والاطفال والنساء وقتل المدنيين ده عمل مجيد. الشيخ اسامه بن لادن لم يقتل بريئا ولا طفلا ولا امراه مسلمه. من قال ان الشيخ اسامه قتل الابرياء؟ اين هذا، اين فعل هذا؟ هذا التمثال يعبده في كل دول العالم، يعني هذا التمثال يعبده اكثر من 800 مليون انسان على 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 حول العالم. الكوريتين، اليابان، بورما، تايلاند، الفلبين، بعضها جزء كبير من الصين، فيتنام، لاوس، كمبوديا، كل هؤلاء بوذيون يعبدون بوذا ويتخذون الها من دون الله. فهذا التمثال يعبد من دون الله. تحطيمه ليس تحطيما لتراث انساني، هذا التراث نحن لا نحترم الاصنام التي تعبد من دون الله. لو اني كنت رئيسا لمصر لحطمت هذه الاصنام المعبوده وغير المعبوده، لان هذه سنه ماضيه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. في ثلاث وزارات لابد ان تلغى تماما. وزاره السياحه اولها. هذه وزاره تقوم على الدعاره والفجور يا شيخ مرجان، بس هذا قولي انا، انا مرجان. على المسؤوليه اقول هذا الكلام يا شيخ مرجان، بس انتوا بتخلوا البلد عايز تقفلها تحولها الى ظلام وسواد لا يأتيك سائح، انت عاوز البلد دي عايز تدمر اقتصادها وتدمر الاستثمار فيها وتدمر السياحه. انا اريد تمام. ان اطهر اقتصادها. اذا واحد يرى في كلامي غلو يقول لي انت عندك غلو. يا ريت تحطم الاهرامات وابو الهول ومش انت في غلو بعد كده يا شيخ سيدي مرجان. سيدي الاستاذ، هذا ليس من عقلك واجتهادك، هذا انا اقول الغلو يقاس بالشريعه. انا غاليت في الشريعه. هتعمل ايه بعد كده؟ هتحطم ايه تاني؟ لو يعني هتخدم النيل؟ لا يمكن لا ان نستيقظ غدا فنلاقي فتوى بردم النيل. سنحفر لكم نهر اخر ان شاء الله.